آية توصلنا للعبادة اللي بيها كماننا، آية أخرى تقول لنا استمرار على العبادة يوصلكم وين؟ للتقوى. آية ثالثة تقول لنا التقوى إذا صار ملكة عندكم يوصلكم للفلاح. شلون نتقي الله؟ اتيان الواجب، ترك الحرام، خدمة الناس، خدمة المجتمع. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم ينفقون يعني خدمة شنو؟ خدمة الناس، مو بس أحيي العلاقة بيني وبين ربي، العلاقة بيني وبين ربي أحفظها، والعلاقة بيني وبين الناس هم أحييها. فالإسلام مو دين بس أقعد أصلي من الصبح لليل، لا موش. الإسلام يقول لك صلي، ويقول لك اعمل، ويقول لك اخدم، ويقول لك تعاونوا، ويقول لك النهار معاشا، ويقول لك إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ويقول لك اصنع، ويقول لك ابتكر، ويقول لك اخترع، ويقول لك اتطور، ويقول لك تقدم، ويقول لك تعلم. هذا كل الإسلام يقوله. وإذا دني سويتهن وأولئك هم المفلحون في أول سورة البقرة، لما يقول يؤمنون بالغيب، يقيمون مما رزقناهم يؤمنون، بعدين يقول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أنت كنت توصل للفلاح. الفلاح بعد من شنو أوصل؟ القرآن الكريم يقول من تزكية النفس. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. زكي نفسك تفلح. كيف أزكي نفسي؟ من خلال القرآن والعترة. هذا هو التسلسل.